تنضم إلينا هذه المرة من دبي نادية البلاسي محللة الأسواق بمجموعة إيكويتي جروب. أهلا بك نادية. بداية، شهدنا التحركات الإيجابية على المؤشرات الأمريكية من بعد بيانات التضخم والتي تباطأت للشهر الرابع على التوالي. برأيك كيف ستكون التحركات للمؤشرات الأمريكية خلال جلسة هذا الأسبوع من بعد هذه البيانات؟ كنا قد لاحظنا بأن أرقام مؤشرات CPI أتت أقل من التوقعات، مما أعطى بعض الإيجابية للأسواق، وقد اخترق هذا المستوى الذي كنا نتوقعه، وفي نفس الوقت كانوا لدينا مستويات أقل. هناك الكثير من الأمل بالنسبة للمؤشرات أن تستمر بهذا الشعور الإيجابي وهذا التوجه الإيجابي، على وجه الأخص بعد أن تمكنت من أن تعرف بأن الفيدرالي سوف يخفف من سرعته في رفع أسعار الفائدة. نحن نلاحظ الآن في ظل هذه الظروف المستثمرون الذين يحاولون أن يستثمروا في الأسهم ذات المخاطر العالية لديهم هذا الأمل بأن يحافظوا على هذه المؤشرات وليستثمروا بها، مما يحافظ على أسعارها المرتفعة. جيد، دعينا ننتقل إلى بريطانيا التي تتهيأ للإعلان عن خطتها المالية هذا الأسبوع. كيف يتلقى الباوند هذه الأخبار؟ بالنسبة إلى الاسترليني فهو عند مستويات 1.17، على الرغم من أنه كان قد خرق مستوى 1.18 هذا الأسبوع، ولكن ما زلنا بانتظار الخطة المالية من قبل المستشار المالي، وسوف يتم الإعلان عن الخفض في النفقات والضرائب التي سوف تؤثر بشكل كبير على الاسترليني. أيضا أرقام مؤشر CPI حول مبيعات التجزئة ستصدر، وهناك توقعات بأنها سترتفع وتصل 10.5%. هذا بدوره يؤثر على أرباح الاسترليني، ولكن إذا ما كانت الأرقام أقل من التوقعات للتضخم للCPI فبالطبع هذا سيعطي دفعة إلى الأمام للاسترليني، على وجه الأخص بأن الاسترليني يبقى عند مستويات مرتفعة ليس فقط بسبب ضعف الدولار بل أيضا بسبب ما يحصل حاليا وتعيين رئيس الوزراء الجديد، حيث أنه محبوب جدا وهناك الكثير من القبول لرئيس الوزراء الجديد للأجندة التي كان قد وضعها، وبأنه كان سابقا أيضا مستشارا ماليا، فهذا يعني أنه لديه خبرة في هذا المجال. إضافة إلى المؤشرات الإيجابية من الاقتصاد البريطاني التي تبين بأن الاقتصاد لم ينكمش كما كان متوقعا، كل هذه العوامل مع بعضها البعض تحافظ على مستويات مرتفعة للاسترليني، وكان قد وصل إلى 1.18 في بداية الأسبوع، وقد يستمر عند هذه المستويات إذا ما استمرينا بأن نشهد هذه العناصر وأيضا الإعلان حول السياسة المالية وكيف سوف يقومون بالمضي قدما. نادية، هذا الأسبوع أيضا وغيره شهدنا ما يتعلق بصفقة باينانس وأيضا التخلي عن صفقة FTX، وكيف أيضا انهارت أسواق العملات المشفرة، واليوم لدينا البيتكوين دون مستوى 16,000. بالنسبة لهذه التحركات على العملات المشفرة كيف سيكون الواقع خلال الفترة المقبلة؟ نعم، كما ذكرتي سالي، فإن العملات المشفرة حاليا تواجه الكثير من الضغوطات والصعوبات، ونحن نعرف أن التداولات للعملات المشفرة قلقة جدا حيال انسحابات كبيرة ورئيسة، وبالطبع سيكف ربما الأفراد في ضخ الإيداعات في العملات المشفرة على وجه الأخص في كل ما يتعلق بصفقة FTX. فنحن نعرف أن الرئيس التنفيذي FTX كان قد أظهر بأنه فعلا غير أهل لأن يكون محط ثقة، بأنه رفض أن يكون أو أن يستمر، وقرر بأن يقوم بالانسحاب من هذه الاتفاقية أو هذه الصفقة وأن يقوم بالانضمام إلى هذه الشراكة. هذا كان قد أثر على العملات المشفرة بشكل كبير جدا. البيتكوين نعم هو دون مستويات 16,000 كما ذكرتي، ونحن نعرف أن البيتكوين بطريقة أو بأخرى يحرك العملات المشفرة الأخرى، ولذلك نحن نرى بأن العملات المشفرة حاليا تواجه هذه الصعوبات كما ذكرت، وهي تحت ضغط كبير على وجه الأخص في هذه المرحلة التي كانت أصلا عند مستويات منخفضة. هذه الأخبار السلبية تؤثر سلبا على العملات المشفرة وستستمر بذلك في الفترة القادمة. نادية البلاسي محللة الأسواق بمجموعة إيكويتي، شكرا جزيلا لك.